مع ضيفي عبر الهاتف من الحديدة المحلل السياسي غالب القديمي. غالب، أهلا ومرحبا بك. يعني تابعنا هذه التقدمات المستمرة من قبل الميليشيات الحوثية، كانت اتجهت من الشمال الشرقي إلى الجنوب، إلى أين وصلت في مثل هذه التصرفات؟ تحياتي لك أخي ولكل مشاهدي قناة اليمن اليوم. بداية تصحيح المعلومة أن المرتجين والذين قاموا بالوقفة الاحتجاجية ليس هم أبناء بيت الفقيه فقط، هم أبناء محافظة الحديدة بكل مكوناتها بكل أطيافها وأحزابها السياسية، على رأسهم الأخ محافظ المحافظة والإخوة أعضاء مجلس النواب والإخوة قادة الألوية التهامية بكل توجهاتهم وفئاتهم السياسية. هذا أول شيء. الأمر الآخر أنه ليست مديرية بيت الفقيه فقط هو الإعلام، مشكلة الإعلام ركز القضية على قضية القصرى فقط، قضية بيت الفقيه هي التي ظهرت للإعلام حتى يكونوا واضحين. ميليشيات الحوثي نهبت آلاف الهكتارات في كل مديريات المحافظة، في المحافظة بكلها. هي جعلت بيت الفقيه آخر مديرية لأنها تعلم أن أبناء سرانيت سيقاومون وستظهر جرائمها للإعلام، فجعلت مديرية بيت الفقيه آخر مديرية. هي بدأت بمديرية الشمال الزهرة واللحية والقناوس والزيدية والمغلاف، ثم انتقلت إلى الشرق البرع والحجيلة وباجل والمراوعة، ثم انتقلت إلى المنصورية وانتقلت إلى زبيد وتحيتة والدريهمي. جعلت مديرية بيت الفقيه الأخيرة لأنها تعرف مقاومة أبناء الزرانيق. هناك عشرات الآلاف من الهكتارات قامت بنهبها ميليشيات الحوثي، اعتقل العشرات. نعم أستاذ غالب، يعني تحدثنا مرارا ونسلط الضوء يعني عدة مرات على هذه الجرائم، ونعلم جيدا بأنها قامت بإخراج الناس واحتلال هذه الأراضي في كل مناطق الحديدة. يعني الآن هذه الوقفات الاحتجاجية، يعني ما المؤمل منها؟ ماذا سنخرج به من حلول؟ هل من ضغط على هذه الميليشيات أم ستكون هناك هبة شعبية أم ماذا؟ يا عزيزي، الميليشيات هذه لا ينفع معها إلا قوة السلاح. جميع اليمنيين يعرفوا أن ميليشيات الحوثي لا تلتزم لا بعهود ولا بمواثيق ولا تحترم أي شيء، لا ينفع معها إلا قوة السلاح. نحن الأخ المحافظ اليوم نادى ووجه ودعا التحالف والمجلس الرئاسي والأخ العميد طارق، إما أن يكونوا معنا أو تركونا نحرر أرضنا، بهذا اللفظ قال المحافظ. يعني الأساس الآن على الواجب الآن على أبناء التهامة، إذا أرادوا أن يحرروا بلادهم أن يحرروا الحديدة يجب الخروج من تحت عباءة اتفاق ستوكهولم. نعم، هو هذا السؤال اللي كنت يعني أسألك. يعني الآن هناك مطالبة طبعا بالتحرك أو الحسم العسكري، لكننا ملزمون أو تحت قيود هذا الاتفاق. يعني ما الذي يتبقى من هذا الاتفاق يعني أستاذ غالب، طالما وأن هذه الممارسات على مرأى ومسمع طبعا من المجتمع الدولي بشكل عام؟ يا عزيزي، لن يتبقى من اتفاق ستوكهولم أي شيء. اتفاق ستوكهولم تلتزم به الحكومة والشرعية وقواتها، بينما ميليشيات الحوثي لا تلتزم بأي شيء من اتفاق ستوكهولم، لم تنفذ أي شيء من اتفاق ستوكهولم. الاتفاق ستوكهولم يصب لصالح ميليشيات الحوثي فقط، لا يخدم إلا ميليشيات الحوثي. لم يستفيد أبناء الحديدة وأبناء محافظة الحديدة من اتفاق ستوكهولم أي شيء سوى المعاناة والألم وزيادة الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي. طيب أستاذ غالب، الآن طالما وأن هناك حراك سياسي يعني وتعديل للمسار السياسي الموجود في اليمن بتشكيل المجلس القيادة الرئاسي، يعني هل تتوقع أن يتخذ هذا المجلس إجراءات حاسمة؟ هل تتوقع بأن الجيش أو هذه التحركات ستتعدى اتفاق السويد وتتجه نحو الحسم العسكري؟ نحن نأمل من المجلس الرئاسي أن ينسحب من اتفاق ستوكهولم. يا عزيزي والله أقولها يعني غير حانف، أنه لو سمح اليوم للأبطال المرابطين في جبهة الساحل الغربي بالتحرك لن يأتي الفجر إلا وقد وصلوا بيت الفقيه ووصلوا المنصورية. هذا نحن كنا موجودين ونحن في الساحل وموجودين يوم تحرير حيث، يعني في خلال ساعات قليلة حرروا مديرية بالكامل. هربت ميليشيات الحوثي كالفئران، عادت إلى جحورها. لو يسمح الآن للشباب المرابطين بالقوات موجودة في الساحل لأصبحوا الفجر داخل مدينة الحديدة. طيب، يعني في حال لم تتخذ الحكومة هذا الإجراء، يعني
إلى أين تتجه الأوضاع في الحديدة؟ تتجه الأوضاع إلى أنه أبناء تهامة اتفقوا على التصعيد، قد يتجاوز الحكومة وقد يتجاوز اتفاق استوكهولم. هذا ما نراه الآن، لأنه أبناء تهامة الآن بدأوا بتوحيد الصف وتوحيد كلمتهم، لأنه إذا لم تقف الحكومة معهم والجيش وهذا سينطلقون للتحرير أرضهم فقط، لأنه إخوانهم أهلهم يقتلون، تدمر بيوتهم وأرضهم وهم يتفرجون، هذا شيء غير عادي. نعم، أوجه لك تحية غالب القديم المحلل السياسي، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.